قامت عمدة بلدية إنجمينة سيدة مريم جيمة عبيد بجولة تفقدية في بعض أحياء العاصمة إنجمينة بهدف الوقوف على سير حملة النظافة التي أطلقتها البلدية. سعيد أحمد حسن. أسبوع مضى منذ أن أطلقت العمدة حملة النظافة الكبرى بالعاصمة إنجمينة، واليوم تنزل مريم جمعة عبيد الميدان بنفسها لترى عن كثب مجريات الحملة وآخر الأماكن التي تم تنظيفها وكم هي المساحة المتبقية، وأيضا إعطاء النصائح والتوجيهات عن أهمية هذه الحملة وأسبابها. هدفنا الأول ندور أن جمينا كلها تبقى نظيفة، وهدفنا الثاني ده ندور الشعب ذاتك يساعدونا عشان أن جمينا تبقى نظيفة. الشعب يساعدونا كيف؟ أول بالأول خلي الوساخة ما يسبوا لنا في الشوارع، الوساخة ما يسبوا لنا في البوبيلات الماء يستهزقوا، خلي وساختهم ده يلموها والمريج يشيلها ويوديها يدفقها بعيد. ده هسه ندوره الهدف الثاني ده الشعب ذاته يخليه يساعدونا. يتساءل البعض لماذا تقوم البلدية بتنظيف الطرق العامة وبعض المداخل فقط، وينتهز البعض فرصة هذه المبادرة ليلقي اللوم على البلدية في حال وجود أوساخ في أماكن معينة، والجواب هو لأن شوارعنا مسؤوليتنا، والنظافة لا تخص شخصا بعينه أو مؤسسة بذاتها، ولكنها واجب وطني على كل مواطن حقيقي، والمواطن الحقيقي هو الذي يطبق واجبه تجاه الوطن. ولا ننسى أن النظافة أساس الصحة، وأن الصحة وسام الأصحاء.